بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبي الهادي الامين محمد عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اصبحت القناة التعليمية على اليوتيوب ان تهدى لحضراتكم احد هداياها الحصرية، وهي كيفية اصلاح جميع جهاز مشاكل الويندوز بنسبة 100% بدون استخدام اي برامج وبدون عمل فورمات للجهاز في اقل من ثانيتين. دائما وابدا بنسعد بارائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتنا على اليوتيوب، قناه النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/مستر طارق النجار او مدونه قناه طارق النجار التعليميه مستر طارق النجار على facebook.com او متداول كل طارق www.technews.com/frodotechb. تعال بينا نشوف ده هيتم من خلال ايه. ده هيتم من خلال فكره او استخدام واحد من اوامر الويندوز الممتازه التي كان كثير من الناس، وهي كيفيه انشاء نقطه استعاده النظام سيستم ريستور في الويندوز. ودي بالنسبه للاشخاص اللي بيتعاملوا مع ويندوز 7 او 8 وقابلهم مشاكل كثيره جدا من اعاده تثبيت نسخ الويندوز، وبالتالي بيحصل لهم ملل بشكل متكرر او بيفقدوا احد التعريفات الخاصه بالبرنامج او بيحصل عطل في ملفات النظام او بيتم حذف احد الملفات المهمه، وبالتالي اصبحنا نحتاج بالضروره الى انشاء نقطه تسمى نقطه استعاده النظام او سيستم ريستور في الويندوز التي تمكننا من حل جميع المشاكل في اقل من سنتين بسهوله ويسر عن طريق انشاء او عمل نسخ احتياطيه بقب للويندوز في تاريخ معين، وعند الضروره نستعين بهذا التاريخ فيتم التراجع عما تم عمله او حذفه او الملفات المصابه خلال هذه الفتره والرجوع الى نقطه الاستعاده. تعالوا بينا ننتقل للجزء العملي. ده هيتم من خلال خطوه بسيطه جدا، انك تذهب لرمز الكمبيوتر وتضغط كليك يمين ثم بروبريتيز، نختار بروبريتيز وننتظر ان يظهر الصندوق الحواري التالي. من خلال هذا الصندوق الحواري هنضغط على سيستم بروتكشن اللي هي خاصه بحمايه النظام، فيظهر هذا الصندوق الحواري. في هذا الصندوق الحواري تاكد ان السي مفعله اون، ثم اضغط على كرييت لانشاء نقطه استعاده. ناخد بالنا هنضغط على كرييت لانشاء نقطه استعاده، بينما سيستم ريستور ديت لاسترجاع نقطه الاستعاده. احنا في المرحله الاولى لانشاء نقطه استعاده هنضغط على كرييت، ثم اكتب الاسم وليكن الاسم اللي هسميه اسد 2 واقول له كرييت، وانتظر الى ان تتم عمليه الانشاء. الخطوات بسيطه جدا كده، في اقل من ثانيتين انشات نقطه تقدر تستخدمها في اي لحظه لحمايه الويندوز من اي مشاكل ولحمايه الملفات وللتراجع عن اي تعديلات حتى بما فيها الفيروسات وحتى الملفات المحذوفه. وزي ما احنا شايفين نجحنا بالفعل في انشاء نقطه اسمها اسد 2 عن طريق هذه الرساله اللي بتخبرك ان ذا ريستور بوينت اللي هي نقطه الاستعاده ووز كرييتد سكسسفولي تم انشائها بنجاح باضغط كلوز. طيب تمام كده، احنا كده نجحنا في انشاء هذه النقطه بهذا الاسم. افرض ان حصل في مشكله في الجهاز وعايز استرجع او اتراجع عن التعديلات التي تم ادخالها على نظام الويندوز او الفيروسات او حذف ملفات، بنقول لك في طريقتين بسيط جدا. الطريقه الاولانيه انك تضغط تاني تكرر نفس الخطوات على الكمبيوتر وتختار بروبرتيز، من بروبرتيز من النافذه التي تظهر نختار سيستم بروتكشن، وبنقول ان الطريقه دي انا لا افضلها ولكن بشرحها حاليا. ثم تضغط على سيستم ريستور زي سيستم ريستور وليس ريستور، ثم تبدا تتفاعل مع المعالج الذي يظهر باسماء النقاط التي تم حفظها او لاظهار اكثر من نقطه. تضغط على شو مور ريستور فيظهر النقاط اذا كان في اكثر من نقطه موجوده على الجهاز، ثم نكس فيتم التراجع عن اي تعديلات. دي طريقه التراجع او الاستعاده الاولى. طريقه الاستعاده الثانيه انك تذهب الى اول بروجرام، من اول بروجرام هتختار اكسسوارز، ومن اكسسوارز هتختار سيستم تولز، احنا بنتكلم على الاستعاده، ثم هنقول له سيستم ريستور وهيتم تشغيل المعالج بنفس الطريقه لاستعاده نقطه البدايه التي تم حفظها. لكن تعالوا بينا احب انوه لاشياء مهمه هنستعرضها دلوقتي. نركز مع بعض يا شباب، كيفيه استعاده النظام بالاسلوب الصحيح. البعض بيلجا الى الطريقتين السابقتين اللي هو انك تنفذ نفس الخطوات وتختار سيستم دستور بدلا من كرييت او تذهب الى قائمه بدء، ولكن نصيحتنا الغاليه هي التاليه، هي ان من الافضل انك تعمل ريستارت للجهاز، واثناء عمل ريستارت للجهاز تضغط على مفتاح F8 للدخول الى نظام التشغيل سيف مود. وكلنا عارفين ان نظام تشغيل سيف مود بيكون التعريفات الخاصه بالصوت وبالشبكه غير وبكارت الفيجا غير معرفه، ولما تدخل في وضع سيف مود تقدر تكرر نفس الخطوات
اللي احنا قلناها ثم تختار سيستم ريستور وليس كرييت، وبكده هتقدر تستعيد جميع التعريفات وجميع البرامج وجميع الخصائص بنسبة 100% بسهولة ويسر. طيب البعض بيسأل سؤال جميل جدا، ايه هو؟ لا انا عندي مشكلة اكبر من كده. ايه هي؟ ان انا لما اجي اشغل الجهاز ما ويندوز ما بيقومش باسلوب صحيح، اقول له في الوقت ده لازم تستخدم امر اسمه سيستم ريبير. لما بتضغط على F8 اثناء الدخول على F8 هتظهر النافذة التالية، النافذة التالية باللون الاسود. من النافذة اللي هي بدل ما هتختار سيف مود والدخول في سيف مود وبعدين كليك يمين على رمز الكمبيوتر وبعدين تختار اللي هي السيستم بروتكشن، من سيستم بروتكشن تختار سيستم ريستور، لا من هذه النافذه هتختار امر اسمه ريبير يور كمبيوتر، ومن ريبير يور كمبيوتر هيمكنك باستعاده جميع البرامج والامكانيات طالما كانت في مشكله في عمليه البوتنج، عمليه الاقلاع. وبالتالي اصبحنا هتظهر هذه النافذه، بعد هذه النافذه ثم نختار منها سيستم ريستور، وبعد ما يقوم عمليه الاصلاح نضغط على ريستارت فنستعيد كل البرامج ونتخلص من جميع الفيروسات ونتخلص من جميع الهكرات والاختراقات التي تمت الى نظام التشغيل. دائما وانا دائما اسعد بارائكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar، مدونه قناه طارق النجار التعليميه mrtarqnagar.blogspot.com، او منتدياتكم وزاره التعليم www.farms.com/frontpage، او قناتنا على تويتر twitter.com/mrtarqnagar. اتمنى تكون المعلومه وصلت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.